تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. وحشتني قوي يا حبيبي. ده احنا باين ليلتنا عنب ان شاء الله، بس ما تقطعيش، عايزك تسلمي لي نفسك على الاخر. استسلمي هتلاقي معاكي في الاوضه دي مروحه مروحه مروحه، الاوضه هيبقى عليها وطيها ويمنها هيبقى شمالها. مروحه عارفه يعني ايه مروحه؟ فريره. صعبان عليا قوي من اللي هتشوفيه. اطفي النور بقى. بالراحه يا رشدي. يا رشدي بالراحه على نفسك. فضلت اقول لها مروحه مروحه لحد ما بقيت مطروحه. فضلت اقول لها مروحه مروحه لحد ما بقيت مطروحه. معلش يا بابا، ما عملت تقول انا الاسد وانا المهلك وطلعي ورقه وقلم وهرينا حسابات بقالك 7 سنين. ايه يا عم انت عجزت ولا ايه؟ قوم بقى قوم يا عم الاسد بقى، في ايه؟ ربنا ما يحرمنيش منك ابدا 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 يا حبيبي. بقول لك ايه، عايزك تنسى بقى موضوع المروحه ده، وعايزك ترجع زي زمان تكييف. رشدي، لاخر مره بسالك، انت واخد فياجرا ولا حاجه زيها؟ ها؟ في الحقيقه ابدا يا دكتور، وانا بتاع الكلام ده برضو. اتفضل، حتى في الموضوع ده بالذات مسميني المهلك. لان المحلول اللي في دراعك ده مع الفياجرا يموتك. يموتك. الحقوني بقى، المكان المهجور ده بقى اللي هنعيش فيه؟ عاجبكم المكان ده؟ ايه اللي عاجبك في العماره دي بقى؟ مفيهاش ستات يا خفيف. يا خفيف، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا ميت، مرحب، يا اهلا وسهلا. ازيك يا عم فادي؟ عم ايه؟ فادي بجد؟ خدامك فادي، وده ابن شيرين. شيرين؟ ودي الحاجه انجلا. ويلكم يا بيه. كمان انت منين بقى يا عم فادي؟ من مارينا ولا ايه؟ ايه ده؟ بلاي ستيشن. بلاي ستيشن؟ ده ملعبي بقى يا معلم. لا ده انا قطعك فيه. لا عم فادي مش سهل. خليك معايا انا يا عم فادي. كله تمام زي ما اتفقنا؟ زي ما اتفقنا يا ست هانم. العماره كلتها فاضيه، ما فيهاش غير شقه المذيعه داليا بدر وجوزها وشقه الست جيجي. ايوه بقى، خش عليا بالحلو. ودي مهاجره وشقه الاستاذ منشي، وده بقى راجل محترم قوي. فادي فادي، الست جيجي جت بالسلامه، والنبي يا مدام سلمى وشك حلو قوي. من ناحيه قلبي ونار قلبي، بتحاجج موت بتحاجج موت. بس الف حمد لله على السلامه يا ست جيجي. دي مدام سلمى والاستاذ عمر جوزها، جيراننا الجداد. اخيرا العماره بقى فيها جيران، والجيران لبعضيها. احسن من الوحده اللي انا حاسه بيها. لا وحده ازاي بقى؟ امال انا بعمل ايه بقى؟ اي حاجه تحتاجيها، اي حاجه تحتاجيها، يعني اي امور ماديه معنويه زوجيه، يعني تقدري تعتبريني جوز حضرتك الجديد. سافله عمر. تضحك؟ لعلمك بقى انا جيجي دي مش قلقانه منها خالص، مش ذوقك ولا ستايلك اساسا، بس انا قلبي حاسس ان العماره دي ريحه هادي كده وهتبقى رومانسيه وما فيهاش مشاكل زي التانيه. انا عارفه، انا بقول لك ايه. انت طالق يا هانم. صلاح اسمعني بس. طالق يا مذيعه يا مشهوره، خلي الفن بقى والمعجبين ينفعوكي. صلاح 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 ابن الكلب. معلش اهدي 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 يا مدام داليا. اهدى انت. اهدي بس، في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ والله اتفقنا على كده قبل الجواز، لا مقدرني ولا مقدر شغلي. لا صلاح عمره ما يقدر ظروف حد ابدا. ضواطي عيطي يا اختي، عيطي، خرجي خرجي كل اللي جواكي يا اختي. العياط حلو برضو، العياط حلو يا مدام داليا. عيطي عيطي، اهدي بقى اهدي بقى اهدى انت. معلش معلش، فرصه سعيده، انا اسفه دي عملتكم بس بصراحه. صلاح ده ابن كلب قوي يعني. عيطي يا اختي. اهدى يا رشدي، اهدى وخليك ريلاكس وارتخي. بلاش الكلمه دي بتوترني، فاهم؟ بتوترني. علاجك عندي، بس انا عاوزك تشد حيلك. انا عارف شد حيلي، كنت جيت لك عندي برضو. انا عاوزك تركز على الجوانب الايجابيه الملهمه،
بص على الأشجار العالية، عواميد النور المغروزة في الأرض، تأمل بريمة البترول وهي بتضرب في الأرض وبتطلع جاز. أنا اللي جبت جاز يا حمدي. هي دي المشاعر السلبية اللي أطمى وسطك. حفز نفسك، ارفع معنوياتك. عايزك تتخيل أوضة النوم دي غابة وانت طرزان، يعني ايه؟ اتطوح على النجف بتاع البيت وتنزل على شيتة تقطعها بسنانك. قول الكلام انت قلته ده تاني. تنزل على شيتة تقطعها بسنانك. تصدق الكلام بتاعك جاب نتيجة؟ واهم شيء في العلاج التدريبات. تدريبات؟ تدريبات ايه دي بقى؟ تطلع السلم وتنزل كل يوم 4 مرات. عم روح، ده انا بنهج وانا طالع بالاسانسير.